مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج صحتك أولا. فيتامين يعد من أهم الفيتامينات التي تساعد على التمثيل والاستقلاب الخلوي، ويزيد من مناعة الجسم، ويساعد على بناء جدران الأوعية وزيادة متانة الألياف المرنة ومن قوة النسيج الحيوي وعلى التئام الجروح. فعند نقص هذا الفيتامين تصبح قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات والجراثيم أقل، كذلك تطول فترة شفاء الجروح وحدوث الالتهابات. إنه فيتامين سي المسؤول الرئيسي عن متانة ومرونة الجسم. يعتبر فيتامين سي من أشهر أنواع الفيتامينات وأكثرها أهمية من الناحية الصحية للإنسان، وهو معروف أيضاً بحمض الأيسكروبيك، ويتواجد بوفرة في الفاكهة والخضروات، وهو فيتامين يساعد في تحفيز جهاز المناعة والوقاية من نزلات الإنفلونزا والبرد. بالإضافة إلى ذلك، ينظم فيتامين سي وظائف الأوعية الدموية من حيث تمدد وانقباض الشرايين وسريان الدم، وهو بالتالي ما يخفف معدل ضغط الدم ويعزز صحة القلب. كذلك يعمل فيتامين سي على حماية الخلايا البصرية من مضار الشوارد الحرة والتي تسبب تلف العينين، وهو مضاد للأكسدة ويساهم في حماية العين والتقليل من مخاطر عتامة عدسة العين. يعد فيتامين سي مضاداً لمرض الأسقربوط أو ما يسمى بمرض بارلو، وهو ضعف الشعيرات الدموية. وإذا لم يحصل المرء على حاجته من فيتامين سي في الغذاء، فإن أي جرح يصيب الإنسان لن يبرأ منه بسهولة، كما يجعله عرضة للإصابة بالجروح. وينصح الأطباء دائماً بتناول فيتامين سي الموجود بكثرة في الخضروات والفاكهة الطازجة، وذلك لأن جزءاً كبيراً منه يتحلل أثناء الطهي على درجة عالية ولفترة طويلة. وينصح أيضاً بتناول الفواكه والخضروات المحفوظة في الثلاجة خلال فترة أسبوع لا أكثر. أكد العديد من الباحثين أن تناول الفاكهة الغنية بفيتامين سي مثل الفراولة والبرتقال يقي من الإصابة بأزمات الربو وحساسية الصدر، وذلك من خلال تأثير الفيتامين كمضاد للأكسدة وتصديه للعناصر الخطرة في الجسم. وقد اكتشف الأطباء مؤخراً أن فيتامين سي يلعب دوراً مهماً في الوقاية من أخطر أنواع السرطانات وتقليص آثار داء السكري. إضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين سي في التخفيف من بعض أعراض الاكتئاب. أما التدخين فليس ثمة إنسان على وجه الأرض إلا ويعلم بالأمراض التي يسببها، حيث أنه يقلص نشاط فيتامين سي في الجسم بنسبة تصل إلى 75%، ويفاقم أضرار زيادة الرصاص في أعضاء الجسم. من جانب آخر، أخذ الجرعة الطبيعية من فيتامين سي قد يقلل من مخاطر زيادة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد على زيادة الكوليسترول النافع في الدم، وتتراوح الجرعة الطبيعية بين 75 إلى 100 ميلي جرام يومياً. من المهم أن تتأكد من حصولك على كمية كافية من فيتامين سي في وجباتك اليومية. أكثر من أكل الخضروات والفاكهة التي يكون شكلها وملمسها طازجاً. تجنب غلي الأطعمة، حيث أنه يفقد الأطعمة نسبة تصل إلى 30% من فيتامين سي الموجود فيها. تجنب التدخين، فهو عامل رئيسي لنقص الفيتامين ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.